مدرجات خضراء وأشجار كثيفة تمتد على ارتفاعات شاهقة وسط جبال فيفاء التي تمتلك مقومات متنوعة تفردت بها عن غيرها من الوجهات السياحية السعودية. الأشياء الفريدة التي ما اعتادها السائح، صخور كبيرة وأشجار غطاء نباتي كثيف وتنوع الأزهار وتنوع الأشجار، أيضا الأمطار التي سبحان الله العلي العظيم، يعني في فترة في وقت من الأوقات كنت تستطيع أن تقول مثلا سأزورك بعد المطرة الثانية أو بعد المطرة الثالثة لكثرة ما تأتي الأمطار في النهار وفي الليل. يتميز أهالي فيفاء بالعادات والتقاليد التي تبرز كرمهم الأصيل، وتشتهر مأكولاتهم الشعبية باختلاف مذاقها وتعدد أصنافها. مما يميز فيفاء أيضا تنوع الأكلات، العصيدة إلى المغشات إلى الحيسية إلى المرسى إلى الثريد الذي لا زال موجود فيها الآن، والحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء متوفر فيها، إضافة إلى خبز الميفاء الذي تقريبا يوميا لا يستغني عنه ابن فيفاء. يستطيع السائح في فيفاء الاسترخاء على قمم جبالها التي تطل على قراها المعلقة، فيما تنحدر وديانها للأسفل لتشكل منظرا جاذبا يستهوي الزائرون من داخل المملكة وخارجها. في فيفاء الطبيعة هي التي تجذب الزوار والسواح هنا، أيضا المواقع الجميلة اللي تتميز بها هذه المحافظة منها السماع واللعثة والعبسية والوشر، وأيضا العديد من المواقع في فيفا. هناك أيضا المطلات والمنتزهات مثل الدفرة وقرضة. الله سبحانه وتعالى كساها الفترة هذه بالأمطار، فزادت حلية بالجمال بضافة إلى حلية رجالها ولسانها العذب. تبقى فيفا مدينة للخيال، حباها الله طبيعة ساحرة تمزج بين المتعة والمغامرة لتصنع عالما من الدهشة والإثارة بتضاريسها الجغرافية الفريدة. عبد الله الشهري، محافظة فيفا، منطقة جازان.